أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم لعب البلوت؟ اللعب لا يجوز، لأن لعب البلوت يشبه لعب القمار، يشبه القمار، فلا. وأيضا يلهي ويأخذ الوقت ويخلق الإنسان مع السفهاء، يتجنب هذا الأمر. نعم، انت أحسن الله. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.